نحكي بالإنسان، نحكي بالعيش المشترك، نحكي بالمواطنة، ومنحكي بقبول الآخر. آخر؟ ليش في آخر؟ بدي أعرفك وبدك تعرفني. أنا مين؟ ليش أنت تعرف حالك؟ أنا بسألك مين أنت؟ التقينا وما منشبه بعض، هي ملهمة لبرنامج مين أنت. بكلمة واحدة خلتني أتخطى حجابها ودخلتني على ذاتها. هي مسلمة شيعية من الجنوب، وأنا مسيحية مورانية من الشمال. والتقينا ومين قال إنه التنوع منه مصدر غنى؟ هي معدة برامج إذاعية وتلفزيونية تكره الظهور، وببحث دائم تغرق بكتبها وبصحن التبولة. زينب مرحبا. أهلا وسهلا، نبلش من التبولة. أهلا وسهلا فيكي أنت. شو قصة أهلا وسهلا بالتبولة كمان معنا. شو قصتها؟ قصتها تبولة، يعني قصة غرام فعلا. وما ب يعني التبولة هي بالنسبة لي تعبير كمان عن الذات، مرات أكثر من إنه هي تعبير بس على مجرد أكل بحبها. يعني أكثر من مرة بتذكر كنت أصنع من التبولة أكتب قضايا، أكثر شيء كنت أعبر عن فلسطين بالتبولة، إذا في شيء مرات بالمونديال على الفريق اللي بحبه، إذا في شيء كلمة بدي أدعي لها، حتى رفقاتي يمكن مرات كنت أرسم لهم أسمائهم بالتبولة. ليش؟ ليش؟ تعبيرا عن الحب لألهم، وتعبيرا عن الانتماء لألهم كمان. يعني الشيء اللي أنا بحبه بعبر فيه لألهم عبر صحن التبولة إجمالا، حتى مرات كنت أعبر لناس برات لبنان عبر التبولة. عندك فلسفة خاصة فيكي، كتبتي بقاء المواهب هوايات أنفع أحيانا من تمرسها، ليش؟ هيدي شو بيمنع أنه تمارسيها؟ لا فعلا، هو لما كتبتها هيدي كانت نابعة من شوي، يمكن كل واحد عم بيعاني مرات من شيء. انه انت مثلا بتحبي تكتبي لنفترض، فانت جيت عم تشتغلي عم تتوظفي فيها كمهنه او شيء، بس فعلا هون بتصير تقلب بين الحق والواجب. يعني انت هيدي الموهبه اللي عندك صارت هي عباره عن واجب، هذا الشيء بيتعبك مرات بالتزام، بينما الموهبه انت قدرت تمارسيها بوقت فراغك، بوقت كنت فيه بنص الليل من النوم انت حابه تمارسيها، بتعطيها اكثر بمتعه اكثر. يعني لما حدا كتبت هيدا الشيء علقت احدى زميلاتي انه كمان امتعت له، مزبوط، لانه تحس بمتعه اكثر، بتعطيها من ذاتك اكثر مرات، لانه في شيء بياثر كحق او واجب بيأثر فيك هون شوي، فبيخففها يمكن المنفعة اللي فيها أو الجهد اللي بدك تعطيه فيها بتفرق شوي، ومع هيك بتبقى يعني بتحبيها هالموهبة، بس تبقى شغفها أكبر لما تكون هي مجرد موهبة مش عم تمارسيها 100% كمهنة. يعني خبريني شوي، أنت هون عم بتقولي أبني ذاتي بالمنبر الإعلامي اللي أنت بتشتغلي منه، تبني ذاتك من مكتبك، شو بنيتي بعد 7 سنين؟ بعد 7 سنين فعلا أنا كل سنة بحب أحتفل. يعني هو بعشرة كانون تاني، هو كانت أول يوم بداية عمل إلي بإذاعة البشائر، اللي بوجه لها تحية لكل فريق العمل اللي فيها اللي هني زملاء وأعز كمان. فعلا بعتبرها هي الإذاعة أو مكتبي بالتحديد السفينة اللي دايما ببحر منه لمختلف دول العالم. ففعلا بالإذاعة كنت عم ببني ذاتي، كانت أول برنامج بقدمه للإذاعة ونال إعجابهم وحصد جائزة كمان، جائزة أفضل برنامج إذاعي من منظمة المرأة العربية، أفضل برنامج حواري. فكان يعني فرصة لألي، كان انطلاقة حلوة. شو تنقلت؟ شو تناولتي فيه؟ تناولنا في واقع المرأة العربية من مختلف القضايا، ما كان في قضية إلا ما حكينا فيها وبجرأة، يعني بموضوعية. صدفنا شخصيات مرات كانت كأول برنامج كان ضيوفه من لبنان اجمالا، ويمكن لو هلا بنرجع بنعمله بنستضيف من مختلف دول العالم كمان. فيه حكينا فيه عن المراه والحريه كمان، بتذكر هيدي الحلقه اللي ربحت كانت مع الاديب الراحل ايميليا نصر الله. نعم، حكينا فيه عن الحريه، عن يعني القيود، وجبنا سيره حجاب المراه ده ممكن بيقيدها هون. ما هو الحجاب بالنسبه لك؟ الحجاب هو انسانيتي. يعني يوم عم نسمع
كثير في موجات يمكن للحجاب، قد ايه بيقيد المراه، بس فعلا ولا يوم قيدني الحجاب، انا لبسته عن قناعه. واليوم بيقولوا لي مرات ما بيتعب بيك، ما بياثر على السمع، ما بياثر بتشوبي فيه بالصيف او شيء، لا صدقا يعني الله سبحانه وتعالى عطى هو يعني نعمه عطيه هو كان للمراه. نحن كنا في احتفالات دائما بتصير بمناسبه يوم الحجاب كمان، فهو لا فعلا الحجاب هو إنسانية، بيعزز إنسانية المرأة أكثر، وبيعزز احترامها احترامها لذاتها واحترام الآخر لها. يعني أنا اليوم لو بدي أتعاطى معك من منطلق هو الحجاب يبني حاجز بيني وبينك، يعني صارت مشكلة هون. بس هو هيك عم بيصير، هو هيك عم بيصير فعلا، يعني ما في أسبوع إلا بنسمع فيه هجمات ضد الحجاب، أو عم بيخوفوا من الحجاب، أو هو رمز إرهابي صار الحجاب، يمكن مش على صعيد لبناني أكثر، على صعيد عالمي أكثر. بس لا فعلا ولا يوم حسسني حجابي انه هو قيد بالنسبه لإلي. بتعتبري نفسك حره؟ انسانه حره؟ بافكاري ما هي الحريه بالنسبه لك؟ الحريه بالنسبه لي هي عباره عن قلم، قلم رصاص وقلم حبر. هيدا انت؟ هيدا انا. هيدا السؤال اللي كان بدي اطرحه عليك، وقت طرحته عليك لا شعوريا انت وبكل عفويه امتى قلمك وقلتي لي هيدا انا. صح، بغض النظر عن حجابك، عن مذهبك، عن طائفتك، عن كل شيء. فعلا بتذكر هيدي اللحظات، فعلا يمكن عبرت باللاوعي عن الوعي اللي هو بيعني فيه مين انا. هو القلم فعلا، هو بيعتبره دايما سفينتي، هو بيعتبره صوتي، حنجرتي. انا ما كتير بحب الظهور الاعلامي، بس وما بتحبي كثير الحكي ما مع بحب انه كتير بتعدي الحكي. برامج وبتكتبي كثير. يمكن بالحياة بحكي كتير، مش انه بحكي بالمرة، بس بفضل دايما ترجم افكاري وارائي، واذا بدي احكي اعبر عن شخص بالقلم دايما. يعني ما بحضر كتير بالقلم، في انسياب بيكون عم يطلع، بس انا دايما بفضل يكون حنجرتي هو القلم. ليش رصاص وبيك؟ عندك قلمين. مزبوط، يمكن شوي لما بدي اكتب شيء بده يتمحى بفضل الرصاص، لما الشيء خلص بده يكون موثق الحبر، مع انه في خصوصيه اكبر للقلم الرصاص. انا بتذكر مره كتبت شيء عن القلم الرصاص والمبراية، علاقتنا فيه، انه هل نحن عم نبري القلم او القلم عم يبرينا. وفعلا بهاللحظات استنتجت انه لا، نحن دائما القلم ممكن يكون هو عم يبرينا كمان، عم يبري التجارب اللي احنا عم نخوضها كمان، عم تبرينا هي كمان، حتى بتشكل وعينا ولوعينا. ما بعرف، بس دائما عن جد القلم بيبري فينا اشياء. القلم او الالم؟ ما هو القلم بيبري مرات الألم. زينب، شو بتمحي من حياتك وشو بتخلي؟ كيف بدها هون شوية تفكير؟ فيك تفكري. يعني إذا بدي محي شيء، اللي بخليه هو ممكن محيه هو الإنسانية، التعاطي مع الآخر من منطلق إنساني، بغض النظر هو يعني لأي دين بينتمي، لأي طائفة بينتمي، لأي بلد بينتمي. يعني أنا بحرص من خلال شغلي تحديدا، من خلال البرامج الدينية، في انه يكون الموضوع هو الجسر للعبور للاخر. انا بدي احكي مع هذا الشخص بغض النظر هو مسلم او مسيحي، هل هو بيتوافق مع معتقداتي الدينية او مع الفرائض اللي انا بعمل فيها او المعتقدات، ما دخل، هذا موضوع ثاني. انا ما بجي بعمل بحث عن هذا الضيف، والله هذا خلفيته سني او هذا خلفيته مسيحي، هل هو بتوافق مع قناعاتي او ارائي السياسيه او غير، ما دخل. هو بس بتستقبلي ضيوف غير مسلمين عندكم انتم بالاذاعه؟ يعني كان اذاعه او تلفزيون كمان، كنا دائما في حرص يكون في تنوع، وخاصه هلا في برنامج تنوع شو ما كان وين ما كان. نحن بناخذ من مختلف قارات العالم، يعني مش بس من لبنان، ان كان باوروبا ومن امريكا. دائما الموضوع هو قد ايه البعد الانساني اللي بيحكي. يمكن مرات نعاني، بيسالونا انه انتوا هيدي القناة او هيدي الاذاعة شو خلفيتها؟ ما فيك ما تخبي عليهم. اول شيء انا بكون يعني واضحة معهم، نحن قناة مسلمة، ممكن شوي بيدخلوا بتفاصيل لمين تابعين او شيء. والحمد لله يعني الاذاعة او القناة اللي بشتغل فيهم هي المرجع السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه، هو مش كان شخصية جامعة وله بعد عالمي لبرات لبنان مش بس بلبنان، فدائما بنلاقي قبول واستحسان لما نحن نقول نحن من الإذاعة أو القناة من مرجعيته، يعني تبعين للمرجعية. هل تعتقدي أنه التربية إلى أكبر تأثير؟ التربية اللي أنت كبرتي عليها، هيدا القبول والتعاطي مع الآخر والعيش الحقيقة اللي أنت عم تحكيه؟ فعلا، يعني أنا ربيت، صحيح أنا من جنوب، بس ولدت بالبقاع وربيت بالبقاع،
بمنطقة البقاع الأوسط، وتعلمت بجامعة خاصة بس كان فيها من كل الطوائف والمذاهب، كان في معنا مسيحيين وكان في معنا دروز، وكانوا وبعضهم لهلا من أعز الأصدقاء فعلا. يعني كنا لما يكون في بروجكت أو بالجامعة بدنا نعمل أي بحث، ما كنت أنا والله هذا لأنه من ديني أو من غير ديني أنا بدي أساعده أو بدي أتعاون معه، لا، كنا نشوف بعض، نقعد مجموعة من كل المذاهب والأديان، وهذا الشيء ساعدني كثير أنه انفتح على الآخر، أفهم الآخر، ما أكون منغلقة عنه، والله هذا لأنه مسيحي أو هذا مسلم من غير مذهب، لا أنا مش لازم أساعده أو مش لازم أتعاطى معه، أبدا ما كان هذا المعيار اللي أتعاطى فيه، وهذا الشيء عزز عندي الانفتاح أنه أنا أفهم الآخر منه هيك، حتى لو هو مختلف عني، عنده رأيه الخاص، عنده قناعاته الخاصة، ما أنا كمان عندي رأيي الخاص وقناعاتي الخاصة. متفقين نحن على شيء، اذا بدنا نتجادل برايي ممكن يؤدي لخلاف بيناتنا، بلا ساعتها اوكي في اشياء بتكون ثوابت وانا ما بغير فيها، بس انا بدي افهمه لإله، لكن هو عنده وجهه نظر يعني بس يحكيني فيها يقنعني بشيء عنده، وبذات الوقت ما ضروري يغيرني بس ممكن يقنعني. شو بيستفزك؟ التعصب كثير بيستفزني، يعني انا اكون عم بحكي مع حدا، يمكن حدا من اخواتي او من قرايبي مرات، انه هو مقتنع هذا الشخص هو هن غلط لانه هن من غير دين، او نحن خلص هيك ربينا، انه مش هيك صحيح، نحن ربينا على شيء وهن ربيوا على شيء، ما في انا اجي حاسب واحد لانه هو مختلف عني لانه هيك ربي او لانه هيك بيامن، هو ربي على هذه القناعه مثل ما انا ربيت هون على هذه القناعه، هو ربي على هذه القناعه. فبكره جادل مع شخص متعصب حتى لو كان من طائفتي، من غير طائفي بقول يصطفل مرات، ما بحب جادله كثير ليقول هو يمكن عم بتحاول تغير فيه لانه هي من غير طائفي او من غير الدين. بتزعلي لانه من طائفتك؟ بتزعلي اكثر؟ بتضايق، ايه بتضايق، انه انا يعني مرات بسمعها انه انت عم تحكي هيك انه بدك تروحي على هذيك الطائفه، او عم تحكي مع حدا او بتحبي حدا من هذيك الطائفه او شيء، هذا الشيء مستفز، انا ما دخل هون، انت عم تحكي علاقه انسانيه مش لانه علاقه عاطفيه او هذا الاطار، يعني ما دخل مين الاخر. حكينا عن الاشياء اللي بتمحيها من حياتك بقلم رصاص، مثل ما قلم رصاص بيقدر يمحي، بس ما حكينا عن الاشياء الثابته. الثابته صحن التبوله من الثوابت دائما، مثل قلم البيك. مثل قلم البيك تماما. شو الثابت؟ منخليه الانسانيه، لازم تبقى يعني العلاقات الانسانيه، هيدي اللي ما دخلها لمين هو قد ايه عمره او شو جنسيته او من اي بلد جاي، كل هيدي ثوابت المفروض تبقى فينا، ومفروض حب القلم يبقى فينا كمان للي بيحب الكتابه والقراءه اجمالا. زينب، كتبتي باحدى كتاباتك وقلتي لا اريد في القلب حبيب يسكنه فيقلب فوضى حياتي. حياتك فوضى اجمالا؟ ايه صحيح، انا نظاميه بالشغل بس يعني انا كل يوم بدي في 4:30، بدي امشي 5 على بيروت، بدي ارجع للستة، حتى بايام العطله وقتي كله يا بده يكون بين الكتابه بين القراءه بين مبادرات كثير بدي يكون عم بشتغلها بقلب الشغل، فهذا الشيء ايه في فوضى بعتبره، مع انه منتظم بس هو في فوضى. فانت لما تفوتي باي علاقه عاطفيه او علاقه زواج او ارتباط بده يكون في بدك تنتظم شوي لحتى تقدري تعطي للعلاقات الثانية، فخلي الفوضى هون اللي أنا فيها بلا ما تنتظم. قررت تترافقي مع ذاتك ليش؟ لقيتيها أأمن شيء؟ فعلا رفقتها أأمن شيء؟ فعلا، مع أنه مرات ممكن الذات تنقلب على الذات، بس يعني بتضلك تفهمي ذاتك قد ما عصبتي قد ما جنيتي مرات، بتضلك تفهمي ذاتك، بتضل ملجئك هو ذاتك، بتفهمك بتحتفظي بسرك بذاتك مرات حتى لو هذا الشيء تعبك، بس هو يمكن الألم شوي ذاتي فبرافقه له كمان. إذا طلعتي بالمراية شو بتشوفي؟ شو مفروض شوف؟ شوف الماضي. أنت بدك تقولي شوف المستقبل بذات الوقت، يعني أنت بس طلعي بالمراية بتتذكري بسرعة شو كونتي شو حققتي بالعمر اللي مرق بسرعة، يعني نحن العمر غفلة عم يمرق، فبتطلع لقدام شو بعد في طموحات لازم حققها، بشوف المستقبل اجمالا، الطموح دائما بطلع بالمرايه بشوف الطموح. والحاضر وين من هول كلهم؟ الحاضر بين الماضي والمستقبل في حاضر عايشينه. بين الماضي والمستقبل في حاضر، الحاضر هو جسر عبور بس مش اكثر، يعني نحن الماضي كان حاضر والمستقبل حيكون حاضرنا، رح يكون حاضر، رح يكون حاضرنا، فانا ما بشوف الحاضر غير هو اندفاع او طموح للجسر العبور، يعني لهذا الطموح نحققه ان شاء الله.
والتنوع شو بتقولي لي عنه؟ تنوع. هلا حارجع على مثل التبولي، لو حكينا كثير عن التبولي انا بقلب هلا تبولي حبيبه قلبك مثل القلم، يعني ما فينا نحكي غير عنهم. هو انت لما تعملي شيء بقلب تبولي هي عباره عن شو؟ عباره عن طمه بقدونس، عباره عن حبه بندوره، عن بصل، عن بهارات، عن شيء، هذا كله تنوع صار. فانت وما بتحلى التبولي اذا كانت ناقصه فيهم شيء. فهي هيك الحياه وهيك لبنان، اذا ناقص طائفه او اذا ناقص شخص ما عم يتعايش مع الثاني فقد التنوع قيمته كمان. يعني في شيء بهت، في نكهه انعدمت، في شيء لون بهت فيها. تخيلي التبولي بلا بندوره مثلا، تخيلي لبنان ما في مسلمين او مسيحيين، او في شيء ناقص فعلا، ان كان على للنظر، ان كان للفكر، ان كان للمذاق، للتنوع. انا اذا قررت ما اشوف حجابك بس هو موجود وما في ما اشوفه وبسالك مين انت، جوابك شو بيكون؟ يعني ما في غير قلك انا القلم. بدك تنظري لي، يعني انت لما عم تتعاطي معي شو اللي دفعك اكثر شيء؟ حجابي او القلم او كتاباتي او فكري؟ شو هو الشيء اللي شجعك فيه اكثر؟ رد لك السؤال. انا كسرت الحاجز، يمكن كسرت حاجز. شو هو الكلمه؟ كسرت شيء كان ممكن يكون حاجز. شو اللي كسره؟ الكلمه او قربت والتقينا، كنا عم نحكي على الجسور، وهذا مش هذا اللي قلته باول الحلقه، انه من اخر الشمال لاخر الجنوب التقينا بالنص، مزم. نبني جسور. بس كان عندنا الجرأه انت وانا انه نلتقى شي محل. يعني انا اللي كنت عم بنظر للاخر، ما بنظر له انا والاخر. هي تعلمتها كمان من كان من المرجع السيد فضل الله، او كمان من دكتور، هو بوجه له تحيه، دكتور محمد الضو. تعلمت منه انه دائما نقول انا الاخر، مش انا والاخر، بس اعتبر الاخر هو انا، وتشارك معه البعد الانساني والفكر الانساني الجوهر اللي عنده، شو بحب انا وياه. فبعتبر الاخر هو انا ساعتها عن جد. انا ما حدا بيحب ياذي حاله، فبعتبر الاخر هو حالي وما باذيه كمان، ان كان بالكلمات او ان كان بالافعال. انا بدي اشكرك على وجودك معنا اليوم، كان عندنا الشجاعه انت وانا تنغمر بعض ونغمر الحياه. اهلا وسهلا زينب. تسلم يا رب. وانا بتشكرك كثير، وفعلا كان هذا البرنامج اللي هو انت مين، كان يمكن عن طريق الصدفه نحن طلعنا بالفكره، بس كان رائع جدا. شكرا لك. بشكرك على هذا اللقاء، وبشكر الكل، وبندعي دائما للتنوع. صح، وبندعي دائما للمحبه وللسلام. صحيح. شكرا مشاهدينا، والى اللقاء.